ما دام في مكان هادي يراجع نفسه. شوف القديس ده اللي بيراجع نفسه. فزي ما بقول لك لو عندك رغبه وعايز تدور على نفسك انت فين من التوهان اللي احنا فيه، المكان مش عمره ما هيكون مشكله ابدا. فلو نويت اختار مكان هادي تقدر تركز فيه، يمكن ركن في البيت، يمكن ركن في البيت تاخده كده دايما متعود تقعد فيه كده مع نفسك تصلي صلاة حلوة وتركع كده كويس. يمكن تيجي في الكنيسة والكنيسة فاضية، ساعات أحيانا أخش كده الكنيسة ألاقي حد قاعد في ركن كده ماسك كتاب بيقرأ أو واقف بيصلي والكنيسة فاضية. حلوة قوي إن إنسان يختلي بنفسه في مكان هادئ. بس نصيحة، أحسن وقت للخلوة إنك أنت لما يكون البيت فاضي أو بالليل أو الناس نايمة. يا سلام، تقف كده بالليل بقى مع ربنا، تسجد وتصرخ وتندم وتبكي زي ما أنت عايز. دي فرصة والروح القدس هيشتغل معاك تمام. بس إيه يعني اهدأ وحط نفسك تحت ايه؟ تحت شغل الروح القدس، مش تفكير شخصي ابدا. لما بقول لك اسجد واصرخ وابكي واكشف نفسك كده بتفكرني بالمسيح هو ساجد في جسيماني. منظر المسيح هو في بستان جسيماني وساجد منظر مؤثر جدا. يقول لك ان كان العرق يتصبب منه زي قطرات دم، ويقولوا ان فعلا العرق كان مخلوط بنقط دم، وكان يقدم بصراخ وبكاء شديد. عجب، المسيح راكع وبيصلي. يعني انت كده لو اتسحبت كده في بستان جسماني وسط الاشجار والدنيا ضلمه ولقيت المسيح ساجد رحت سجدت كده جنبه، ساعات كده نيجي واحد يبقى ساجد يلاقي حد سجد جنبه كده، وسجدت جنب المسيح، ايه يا يسوع ده؟ ايه يا يسوع ده في ايه؟ صلاه حاره وصراخ. طبعا احنا عارفين ليه، لان كل خطايا ده مش موضوعنا، يعني كل خطايا البشريه بفظاعتها كانت على راس المسيح. لازم يبكي ويصرخ ويقول له ان امكن تعبر عني، مش بتاعته اصلها ده بيشيلها. فعشان كده اركع اسجد صلي قدم ندامه، هتلاقي الخلوة تبتدي تتحرك معك. على العموم هي الخلوة ديت عبارة عن جلسة تحت أقدام الصليب. ما بتشوفوش كده الصورة كده وتلاقي مريم المجدلية متشعبطة كده في الصليب من تحت؟ جميل، اقعد تحت صليب. انت لو دخلت كده تحت، لو انت حضرت الصلب كده ودخلت عند تحت الصليب هتلاقي ايه؟ ومشاعري هتبقى زي شكلها ايه؟ هو ده اللي انت هتضيف الخلوة بتاعتك. تبقى تحت الصليب والدم عمال ينزل، دم يسوع عمال يقطر من الصليب عليا يطهر من كل خطية، ما اجملها. بس يا رب يدينا الاشتياقات ديت ويدينا الحركة الداخلية إن أنا محتاج خلوة في وسط شوشرة هذا العالم. أنا محتاج خلوة. يمكن تكون خلوتك في قداس، يعني مش شرط برضو، أنا زي ما بقول لك المكان عمره ما هيبقى مشكلة. يمكن واحد طول القداس منهمك في الصلاة، مركز في القداس، عمال يتوب عشان هيتناول، عمال يتوب طول القداس وعمال يصلي، وكل كلمه في القداس بترن في ودنه وفي قلبه، ويبقى خلوته طول القداس ما سرحش لحظه. يمكن خلوتي تكون في بصخه زي كده واقف بتقول سكته تجوم بقلبك،
فممكن الخلوة المهم يكون في استعداد وفي نية، خلي لك اشتياق للجلوس مع نفسك. ولو اديت لنفسك الفرصة، لو اديت لنفسك الفرصة الخلوة دي يا ما غيرت ناس. قال لك معاي الخلوة دي عملت ايه؟ يا ما غيرت ناس. الابن الضال لما افتقر واصحابه سابوه راح اشتغل ايه عند بتاع يرعى الخنازير، بقى هو لوحده والخنازير، وحتى مش طايق مش قادر حتى يشتهي ياكل الاكل، الخنازير مش قادر ولوحده خالص. ايه اللي حصل؟ لما بقى لوحده هو ما فيش ولا اصحاب ولا حد، وحالته حاله يشتهي ان ياكل خرنوب الخنازير، ولا اصحاب ولا حد، ورجع الى نفسه، وحالته حاله خلوه يشتهي ان ياكل اللي خدها مع الخنازير دي نفعته، ولا اصحاب ولا خليته يراجع نفسه ورجع الى نفسه. قال لك ايه اللي انا فيه ده؟ اكتشف ده انا كنت خايب، ايه اللي انا عملته ده؟ وايه السكه اللي انا مشيتها دي؟ بقى الاجير عند ابويا يفضل عنه الخبز، وانا هنا اهلك جوعا الان اقوم وارجع لابي. وكانت خلوته سبب تغيير للابن الضال ده. يقول لك ان موسى النبي لما كان في قصر فرعون، ده متربي في قصر فرعون لغايه سن 40 سنة. فرعون يعني بقى فرعون، يعني موسى بقى يا ابن بنت الملك، وحالته يعني بقى ايه، كان شايف نفسه شويه. فطلع وامه بيقولوا ان امه مش رضعته بس، لكن امه خدوها زي مربيه ليه، فلقنته بقى الايمان، ولقنته ان انت ما انتش تبع فرعون ولا تبع مصر، انت تبع شعب اسرائيل المذلول ده. فطلع بقى عايز يخدم بقى الشعب بتاعه. طلع لقى واحد مصري وبيتعارك مع واحد اسرائيلي ازاي، وجي ماسك المصري وضربه ضربتين موته. وتاني يوم قال له ايه ده، ايه ده؟ ربنا قال له لا 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 لا، الموضوع ده الكلام ده ما ينفعش يا موسى، تعالى تعالى معايا. وخده وضعه على الصحراء، قعد 40 سنة في الصحراء. زي ما يقول بينسي ال40 سنة الاولانيين دولت. 40 في خلوه، يرعى الغنم ويطلع الجبل ويشوف العليقه ويشوف وابتدت الخلوه مع موسى صقلته صقله، وفعلا بقى موسى النبي العظيم، وغيرته الخلوه وقعدته في الصحراء ديت غيرته تماما، وبقى ايه موسى القائد اللي قاد شعب قاسي القلب وغليظ الرقبه. وبرضه ما تنساش امتى يعقوب اب الاباء بقى اسرائيل، اتغير من يعقوب اللئيم الكذاب اللي مش عارف بيعمل حيل ايه، الى اسرائيل اب الاسباط. وتغير تغيير امتى؟ لما وقف طول الليل خد خلوه. يقول لك ان كل الزوجات واولاده عبرهم المخاض الميه ديت، عبرهم الناحيه الثانيه، وبقي هو وحده وقعد يصلي طول الليل طول الليل، لدرجه ان جه على الفجر ربنا يقول له كفايه يا يعقوب سيبني بقى. قال له لن اتركك ان لم تباركني، ما سبكش لن اتركك. فجه اداله علامه كده، ضربه ضربه وقال له خلاص من الان ما يكونش اسمك يعقوب، يكون اسمك اسرائيل. وتغير يعقوب بعد الحلتين، بقت حياه يعقوب مختلفه اختلاف كبير، مش زي زمان ابدا. اذن الخلوه غيرت ناس،
وأطلب من الله أن إحنا ناخد فرصة عشان إحنا كمان نتغير. أنت تعرف أن بولس الرسول ما كان راخر، بولس الرسول في الأول كان طايح عمال يضرب المسيحيين ويقبض عليهم ومش عارف يعمل إيه ويعمل إيه، شايف نفسه. لكن لما ظهر المسيح حصل إيه؟ وقع على الأرض واتعمى. يا ده بولس الرسول لما اتعمى تعرفوا حصل له إيه؟ ده كان حافظ الكتاب المقدس العهد القديم كله، حافظه صم. لما اتعمى ابتدت العهد القديم ده ينور قدامه، ينور قدامه وإن ده إشارات للمسيح وإشارات للمسيحية. وطلع بعد كده اتغير تغيير من شاول الطرسوسي إلى بولس الرسول العظيم، وأحسن واحد طبق لنا العهد القديم على العهد الجديد، وكشف لنا أسرار النبوات والرموز وخيمة الاجتماع والحاجات الجميلة بتاع العهد القديم ديت اللي كشفها لنا بولس الرسول. بس إمتى؟ لما اتعمى وقعد حابس نفسه يصلي، ما فيش حد معاه ومش شايف حد إلا لغاية ما ربنا بعت له حناني. إذن الخلوة غيرت ناس كتير جدا جدا. طيب أنا بقى لما استجيب بقى وعايز أقعد في الخلوة دي أعمل إيه بقى؟ اهدأ إلى نفسك، ادخل مخدعك واغلق بابك وقول له حلقك حلاوة وكلك مشتهيات وفي ظلك اشتهينا أن نجلس. تهدى كده، يا رب أنت حلو وأنا عايز أقعد معك، أنت والمسيح بس. خلي بالك لأنك أنت أوعى تاخد همومك معاك وأنت داخل الخلوة، ولا تاخد العالم معاك. اختار مكان هادي، ركن كده في البيت أو في أي مكان، وابتدي اسجد بخشوع. يمكن أقول بيت من ترنيمة معزية بحبها، وأسجد كده سجدة كده لربنا: المجد للآب والمجد للابن والمجد للروح القدس، وأعمل التمجيد لربنا. وتبقى أهدأ وتبقى بقى فرصة إن أنا أكلم ربنا زي ما أنا عايز. بس أنت هتكلم ربنا، الروح القدس اللي هيكلمك أكتر. أركع كده في خشوع، خشوع كامل لو عايز تجرب يعني. صمت: قد شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد، مين أنا عشان أقف قدامك يا رب؟ وتبدأ بقى مراجعة النفس، ونور المسيح يكشف والروح القدس يشتغل، وتبقى عامل كده زي مريم اللي قعدت تحت رجلي المسيح يقول لها ايه: اما مريم فاختارت ايه؟ النصيب الصالح، وقعدت تحت رجلي المسيح. نور المسيح، خلي بالك النور بتاع المسيح بيكشف. يعني انت لما تكون واقف في الضلمه، افرض ان انت لابس ثوب مش نظيف واقف في الضلمه مش هتشوف، لكن تعالى قرب في النور تقول الله ده ايه البقعه دي كلها مش واخد بالي. تقرب في النور اكتر لو في بقعه اصغر هتشوفها، تقرب في النور اكتر لو في بقعه صغيره قوي هتشوفها، تقرب من النور اكتر تقول ده انا عليت صوتي النهارده دي خطيه عليا. شوف ابسط حاجه. فكل ما انا اتوجدت في الخلوه تحت اقدام المسيح، نور المسيح هيكشفني واعرف نفسي على حقيقتها. أعرف نفسي على حيث أنا ما كنتش عارف نفسي. أنا كنت تايه، مشغوليات وتسليات ومناقشات ودخلين طلعين دخلين طلعين، تايه أنا مش عارف نفسي. أم بقى الروح القدس يبص لقيني: ياه ده أنا عندي رياء فظيع مش واخد بالي. كشف لي الروح القدس الرياء اللي عندي ده،
ده انا معاملتي مع الناس كلها رياء، ومع قرايبي كلها رياء، ومع في الكنيسه مع كلها رياء. ايه ده؟ والروح القدس يكشفني، ده ايه ده؟ ده انا محتفظ بنجاسات جوه قلبي، قالوا جاي اصلي، والنجاسات اللي انا مخزنها جوه ديت، لما شفت المناظر، لما فتحت من ورا الناس ومن ورا اللي في البيت، الروح القدس اللي هيقول لك، ويقعد يكشف. خلوة مهمة جدا ليا للتغيير. ده أنا متعلق بأمور كتيرة معطلاني، يا ما ناس متعلقين بشلة، يا ما ناس متعلقة بفسح، يا ما ناس متعلقة بأمور في التلفزيون، يا ما ناس التعلق يكشف لك، تقعد الروح القدس يكشف لك وتسجد أكتر وتصلي ارحمني يا رب. وبعدين كمان تكتشف، ياه ده انا عنيد، يا سلام بقى الموقف الفلاني ده اللي انا كنت بتناقش فيه في البيت مع مراتي ولا زوجي ولا اولادي، انا اللي كنت غلطان، وانا كنت فاكر ان انا الصح. في الخلوة اكتشفت ان انا عنيد، ولولا العند بتاعي ما كانش مراتي غلطت ولا زوجي غلط ولا اولادي دول غلطهم، انا السبب. يكشفني الروح القدس، مش هيكشفك وانت في شوشرة العالم، مش هتعرف نفسك وانت تايه في الدنيا، لازم تهدأ الى نفسك، ادخل مخدعك واغلق بابك، تكتشف ده انا عندي احتداد، ده انا بحتد دايما كده، وايه الاحتداد اللي عندي، كل موقف هب فيه، ايه الحكاية دي؟ يا رب ارحمني. كل ما يكشف لك الروح القدس على حاجة زي كده، اخضع واسجد وقول له سامحني. وطبعا أمور كثيرة كل واحد الروح القدس هيكشف له، ياما في السر عملنا خطايا من ورا الناس وفي الخفاء، وياما كنا بنعمل. او مثلا روح القدس ممكن يكشف لي ايه، تعرفوا حاجه، ان انا بشتم، يا نهاري اشتم، يقول لك اصل دي الشتيمه دي عادي يا ابونا، الشتايم ديت ما اصل كلهم في الدنيا لازم اشتم، وانا في الشغل لازم اشتم. لا شتامون ولا حلفون يدخلون ملكوت السماوات. وبعدين روح القدس يقول لك بتشتم وتخش تتناول، تحط جسد يسوع ودمه على لسان مش نظيف، كيف؟ ده الروح القدس هيقعد ينخس فيك نخسات عمرك ما شفتها ولا عمرك هتحسها الا في الخلوه دي، وانت تصلي اكتر وتقول له يا رب اكشفني، عرفني يا رب، توبني يا رب فاتوب. وفي هدوء الخلوة هتلاقي نفسك بقى مكشوفة تماما، عريانة، كلنا عمال اخبيه وداريه وعمال ألف وأدور وأبين صورتي الجميلة قدام الناس وخلاص، والمستخبي جوه مش هيتكشف غير وانت راكع في خلوة، وتشوف نفسك مكشوفة على حقيقتها، وتشوف قد ايه أنا إنسان فقير وعريان وأعمى، أعمى فقير وأعمى وعريان. خلي بالك أنا فعلا لقيت نفسي يا رب مشغول في دوامة العالم وفي زحمة الناس وما فيش فرصة، لكن هي دي الفرصة يا رب اللي انت بتدهاني. طاوع الروح القدس وادخل مخدعك واغلق بابك. حاجة كمان هكتشفها في الخلوة، حاجة حلوة قوي جميلة، شوف الحاجة دي حلوة قوي، هكتشف ربنا.
ساعات الناس ما تعرفش ربنا بحنانه وبحبه، لكن لما يهدأ كده لنفسه، يا سلام يا رب قد كده انت حنين، ده انت نجتني من كذا وكذا وكذا، ويدي بعد روح قدس بقى ولا يشتغل برضه معك، يجيب لك شريط قد ايه من المواقف اللي نجاك منها، وقد ايه من المواقف اللي كان واقف معاك. وانا اعمل ايه وانا في الشوشره بتاعه العالم، اقول له ربنا سايبني ما بيعمل ليش حاجه، وربنا عامل لك مئات والوف من المواقف. هتكتشف حب ربنا وهتكتشف حنانه. ده ابراهيم وهو بيصلي، فاكرين ابراهيم لما كان بيشفع من اجل سدوم وهو بيصلي اكتشف ربنا، ابتدى يصلي، بيصلي من اجل سدوم الشريره دي، أم لا ربنا حنين وبيسمعه ويقول له يا لو لقيت فيها 50 أنا هعفو على المدينة. ده أنت حلو يا رب. قال له طب لو فيها 45، قال له برضو هعفو على المدينة. قال له طب يا رب معلش قد شرعت وكل المولى وأنا تراب، طب لو فيها 40، قال له برضو هعفو على المدينة. أم لما إبراهيم اكتشف أن ربنا حنين كده، جي ناطط بقى قال له طب لو فيها 30، نط من 40 ل 30 مرة واحدة، مش 5-5 زي الأول. ليه؟ لأنه اكتشف أن ربنا حنين وبيغفر وبيسامع. وفي الآخر خالص طبعا ربنا فاهم إبراهيم عمال يلح عشان عن مين هناك، لوط، وأنقذ له لوط. فعشان كده أنا بقول لك وإحنا قاعدين في الخلوة دي هنكتشف ربنا الجميل الحلو المحب العطوف. وبالتالي بقى أقعد أشكر أشكر أشكر، مش هبطل شكر. تطلع من الخلوة دي عمال تشكر شكر، والشكر على فكرة بيجيب سعادة، الشكر بيجيب سعادة. آخر حاجة عشان طولش عليكم، حاجات اللي بتعطلنا عن الخلوة دي بسرعة ولا باختصار، يعني معطلات. يمكن إنسان يقول لك أنا مش فاضي، مش فاضي أقعد مع نفسه، طب أنت الخسران. أو واحد يقول لك مثلا طب هقعد أقول إيه، مالكش دعوة تقول إيه بس اقعد، زي ما بقول لك الروح القدس هو اللي هيقودك والشيطان. وبعدين ممكن تقعد يجي لي في وقت ده ما حبكش السرحان غير في الوقت ده، معلش اضبط نفسك واغصب نفسك. ولما تكرر الخلوات يوم بعد يوم في حاجات كتيرة بتحاربني هتروح لوحدها، بس كرر. وحرب الشيطان ما تجيش غير في الوقت ده، تبص تلاقي طبعا انا لما ادخل الخلوة ما اخدش الموبايل جنبي، تبقى مصيبة. ما هو واحد واقف، في واحد واقف يصلي والموبايل جنبه يقعد المرار طفي الجرس لكن ينور قدامه نقر النمرة نشوفها ايه. طب تسيب ربنا وتبص، لا انت تدخل مخدعك يرمي الموبايل ده بعيد. ام تبص تلاقي حبك دلوقتي ان الباب يخبط، ده الشيطان اللي بيسلط، التليفون يرن، أم الشيطان كمان يجي يقول لك ايه ده انت نسيت تطفي البوتاجاز، وتبقى مشغول وشاد انتباهها، هتحصل حريقه والبيت هيتحرق، وكان في بيت اتحرق، ويجيب لها المطافي ويجيب لها الدنيا وهي بيصلي كل المطافي والدنيا كلها جت. أم يا عيني تقوم تشوف تخش المطبخ تلاقي البوتاجاز مطفي وملمع المطبخ على الآخر ولا في أي حاجة. حرب. هو الشيطان هيسيبك يعني؟ مش هيسيبك، لكن إحنا أقوى من الشيطان، وخاصة إن إحنا هنتسلح بعمل المسيح اللي فينا، والروح ده الروح القدس ساكن فيكم هو اللي يقود حياتنا. فخلي بالك الحاجات المعطلة، زي مثلا أدخل الخلوة يقعد يفكرني بالمناقشات اللي كنت بتناقش في البيت مع مراتي مع أولادي مع زوجي، أو مناقشات مع أصحابي، أو مناقشات دارت في أي مكان يقعد يفكرني بيها، أو يقول لي بقى كان لازم ترد وتقول كذا والمناقشة الفلانية، يا خسارة بتضيع الخلوة. فخلي بالك، خليك حريص جدا جدا من حرب الشيطان
وحرب الجسد اللي مش عايز يبقى جد ده يشتتك عن الخلوة. يا ريت ربنا يدينا هذه الخلوة الروحية في هذه الأيام المقدسة، لأن الأيام دي هي أحسن وقت نعرف فيه إن احنا نختلي ونراجع أنفسنا لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.